يقول أحد الشعراء: رغم الأعداء وهجمتهم وطبول الشك بوحدته، جولان الشام عروبتنا والشعب برفقة أمته، قد أعلن من زمن عهدا سوريته بهويته. أعزائنا المشاهدين، أبناءنا في الجولان السوري الحبيب، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نفحات عربية إلى الجولان. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان الجملة الإسمية، المبتدأ والخبر، الجزء الثاني. قد تحدثنا في الجزء الأول عن المبتدأ وكيف يأتي معربا ومبنيا، وعن الخبر وكيف يأتي مفردا وجملة وشبه جملة. واليوم، هل يمكننا الاستغناء عن المبتدأ أو الخبر فيحذف من الكلام؟ وأين يكون هذا الحذف؟ ومتى يتقدم الخبر على المبتدأ؟ تعالوا لنتابع ماذا أجاب طلبتنا عن هذه الأسئلة في هذا الاستطلاع. خبر عن المبتدأ عندما يكون المبتدأ نكرة أو شبه جملة، أو إذا كان الخبر من أسماء الصدارة. يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. يتقدم الخبر على المبتدأ عندما يكون شبه جملة أو نكرة، ونعم يتعدى. يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، ونعم يتعدى. مشاهدينا، بعد أن تابعنا الاستطلاع واستمعنا إلى إجابات بعض طلبتنا، تعالوا لنعرف الإجابة الصحيحة في فقرات حلقتنا. هل يمكن الاستغناء عن المبتدأ أو الخبر فيحذف من الكلام؟ وأين يكون هذا الحذف؟ لتعرفوا الإجابة تابعونا في الفقرة الآتية. اقرأ الجمل الآتية ثم أجب. ما اسمك؟ قال: أحمد. ما بيدك؟ قال: ديوان شعر. الجملة الأولى: ما اسمك؟ قال: أحمد. ما الكلمة التي حذفت من جملة أحمد؟ نلاحظ أن المبتدأ هو الذي حذف من الجملة السابقة، فالتقدير أنا أحمد. وإعراب أنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وحذفت كلمة أنا من الجملة لوضوح المعنى. أو: اسمي أحمد. وإعراب اسمي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. حذفت كلمة اسمي من الجملة لوضوح المعنى. إذن أعرب كلمة أحمد. أحمد خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهناك الكثير من الأمثلة: من أنت؟ قال: محمد. ما هدفك؟ قال: النجاح. ننتقل إلى الجملة الثانية. ما بيدك؟ قال: ديوان شعر. ما الكلمة التي حذفت من جملة ديوان شعر؟ نلاحظ أن الخبر هو الذي حذف من الجملة السابقة، فالتقدير بيدي ديوان شعر، وإعراب بيدي الباء حرف جر، ويدي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. الجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف تقديره كائن أو موجود. وحذفنا شبه الجملة بيدي من الجملة السابقة لوضوح المعنى. أعرب كلمة ديوان. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وحذف الخبر لوضوح المعنى. وهناك الكثير من الأمثلة: ما لديك؟ قال:
قصائد شعرية. ما وراء قدومك إلينا؟ قال: خبر سعيد. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج قد يستغنى عن المبتدأ أو الخبر فيحذف من الكلام إذا فهم بلا ذكره، وأكثر ما يكون هذا الحذف في أجوبة الأسئلة وفي أبيات الشعر. مشاهدينا، هل يمكن أن يتعدد خبر المبتدأ في الجملة الإسمية؟ لتعرفوا الإجابة تابعونا في الفقرة القادمة. اقرأ ما يأتي ثم أجب. السوريون بناة حضارة عريقة، دافعوا عن أرضهم، أخلاقهم رفيعة، جذورهم ممتدة عبر الزمن. دل على المبتدأ في هذه الجملة. المبتدأ هو السوريون. أعربه: السوريون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الخبر بناتو. ما إعراب بناتو؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نلاحظ أنه لدينا خبر آخر أخبرنا به عن المبتدأ السوريون، وهو الجملة الفعلية دافعوا. إذن ما إعراب هذه الجملة؟ جملة فعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأ. ولدينا خبر ثالث أخبرنا به عن المبتدأ السوريون، وهو أخلاقهم رفيعة. إعراب هذه الجملة: أخلاقهم رفيعة، جملة اسمية في محل رفع خبر ثالث للمبتدأ. أيضا لدينا خبر رابع، وهو الجملة الاسمية جذورهم ممتدة عبر الزمن. أعرب هذه الجملة: جملة اسمية في محل رفع خبر رابع للمبتدأ السوريون. وهناك الكثير من الأمثلة: الجندي بطل مغوار، يدافع عن أرضه، شجاعته نادرة، في قلبه الوطن. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج يمكن أن يتعدد خبر المبتدأ سواء أكان اسما أم جملة أم شبه جملة. أبناءنا، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وأن يأتي في أول الجملة الإسمية ويأتي الخبر بعده، ولكن لدينا حالات يجب تقديم الخبر على المبتدأ فيها. لتعرفوا هذه الحالات تابعونا في فقرتنا الآتية. اقرأ الجمل الآتية ثم أجب. في الكتاب غذاء للعقول. بين دفتي الكتاب متعة للقلوب. للعلم فوائده. ما اسمك؟ الجملة الأولى: في الكتاب غذاء للعقول، دل على المبتدأ والخبر في هذه الجملة. نلاحظ أن المبتدأ غذاء لم يأتي في أول الجملة الإسمية وأنه جاء نكرة، كما نلاحظ أن الخبر في الكتاب جاء شبه جملة جارا ومجرورا وجاء في أول جملة الإسمية، فلماذا تقدم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة؟ إذن ما إعراب في الكتاب غذاء؟ في الكتاب جار ومجرور، غذاء
نكرة في حرف جر. الكتاب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف تقديره كائن أو موجود. غذاء مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تقدم الخبر على المبتدأ لأن الخبر شبه جملة، جار ومجرور، والمبتدأ نكرة. وهناك الكثير من الأمثلة. في الكتاب علم نافع، في الحياة عبر كثيرة، في الحديقة أزهار جميلة. الجملة الثانية: بين دفتي الكتاب متعة للقلوب. دل على المبتدأ والخبر في هذه الجملة. نلاحظ أن المبتدأ متعة لم يأتي في أول الجملة الإسمية، وأنه جاء نكرة. كما نلاحظ أن الخبر بين جاء شبه جملة ظرفا، وجاء في أول الجملة الإسمية. فلماذا تقدم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة؟ أعرب كلمتي بين ومتعة. إذن بين مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، متعلق بخبر مقدم محذوف تقديره كائن أو موجود. متعة طبعا وهي نكرة، إعرابها مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تقدم الخبر على المبتدأ لأن الخبر شبه جملة، ظرف، والمبتدأ نكرة. وهناك الكثير من الأمثلة. تحت الشجرة فلاح، فوق الطاولة كتاب، جانب النهر شجرة عالية. ننتقل إلى الجملة الثالثة: للعلم فوائده. دل على المبتدأ والخبر في هذه الجملة. نلاحظ أن المبتدأ فوائده لم يأتي في أول الجملة الإسمية، وأن هاء الغائب ضمير متصل اتصل بالمبتدأ فوائده ويعود على كلمة العلم، والضمير لا يمكن أن يعود على اسم لاحق. كما نلاحظ أن الخبر للعلم جاء شبه جملة، جارا ومجرورا، وجاء في أول الجملة الإسمية. للعلم اللام حرف جر. العلم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف تقديره كائن أو موجود. فلماذا تقدم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة؟ أعرب فوائده. مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. تقدم الخبر على المبتدأ لأنه اتصل بالمبتدأ، ضمير يعود على الخبر. وهناك الكثير من الأمثلة. للجندي شجاعته، للشجرة ثمارها، للطالب ذكاؤه. ننتقل إلى الجملة الرابعة: ما اسمك؟ دل على المبتدأ والخبر في هذه الجملة. نلاحظ أن المبتدأ اسمك لم يأتي في أول الجملة الإسمية، وأننا سألنا عنه بكلمة ما. كما نلاحظ أن الخبر ما جاء اسم استفهام، وجاء في أول الجملة الإسمية. ونعلم أن أسماء الاستفهام من أسماء الصدارة، فلماذا تقدم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة؟ وما إعراب ما اسمك؟ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. اسمك مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. وكاف الخطاب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.
تقدم الخبر على المبتدأ لأنه من أسماء الصدارة. ولدينا الكثير من الأمثلة. متى قدومك؟ ما لونه؟ من أنت؟ إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج يجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا وقع الخبر شبه جملة جارا ومجرورا أو ظرفا وكان المبتدأ نكرة. إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر، والضمير لا يعود إلا على اسم سبقه في الكلام، ويجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر من أسماء الصدارة كأسماء الاستفهام ما، من، كيف، متى، أين. والآن أبنائي تعالوا لنستذكر ما مر معنا من معلومات في حلقتي الجملة الإسمية المبتدأ والخبر. إذن ما هي القاعدة؟ القاعدة تتألف الجملة الإسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم مرفوع أو مبني في محل رفع، يقع غالبا في أول الجملة الإسمية للإخبار عنه. الخبر هو ما يخبر به عن المبتدأ، وبه يتم معنى الجملة الإسمية. يأتي الخبر اسما مرفوعا فيسمى خبرا مفردا لتمييزه من الخبر الجملة أو شبه الجملة، ويأتي جملة فعلية أو اسمية في محل رفع تشتمل على ضمير يعود على المبتدأ، ويأتي شبه جملة جارا ومجرورا أو ظرفا. قد يحذف المبتدأ أو الخبر من الجملة الإسمية للاستغناء عنهما. يمكن أن يتعدد خبر المبتدأ سواء أكان اسما أم جملة أم شبه جملة، ويجب تقديم الخبر على المبتدأ في ثلاث حالات: إذا كان الخبر شبه جملة جارا ومجرورا أو ظرفا، وكان المبتدأ نكرة. إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر. إذا كان الخبر من أسماء الصدارة كأسماء الاستفهام. مشاهدينا، وفي فقرتنا الأخيرة إليكم هذا التدريب لتختبروا مدى فهمكم واستيعابكم لما قدمنا، فحاولوا أن تجيبوا عنه. تدريب: دل على كل من المبتدأ والخبر فيما يأتي وأعربه. لكل داء دواؤه. أمام بيتنا حديقة. أنتما طالبان مجدان. أنا أحب وطني. الحديقة أزهارها جميلة. أبناءنا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم المتعة والفائدة. انتظرونا في حلقة قادمة. إلى اللقاء.